ولكن تجارة الملك شجعنا ما فيها غير الخير. ولكن ملي تقلدتوا مسؤولية الأمانة العامة ودابا غادي نتكلم معك على حزب العدالة والتنمية من الداخل، والحزب تيخرج من أزمة وتيدخل في أزمة، عرفتي علاش يا مولاي مصطفى؟ ما نسميهاش كاع الا بغيتي ازمه، لا لا خليها خليها خليها، نسميها مشاكل، نسميها عثرات، نسميها ازمات. مالك انت خزر؟ انا نقول لك ابو مصطفى، انا من اللي اختاروني الاخوان كامين عام ديال الحزب، مع الاسف عندي واحد ديفو. شنو هو؟ ما كنحضيش الكرسي. علاش انا جالس؟ كنقول انا كلفوني باش نقدم الحزب للقدام، وهما راهما معايا، ولا كان شي مخالفه راهما غيردوني للصواب، وكندير وكنمشي. بعض المرات داك المواقف ديالي بحال اللي وقع في هذا التصريح لا تستقبل بالقبول، وهذا الشيء ماشي جديد، راه هذه 20 عام. راه شوف، راه ماشي غير جاو اختاروني، راه شحال وما كيفكروا، شحال وما تيفكروا. ودابا ملي جات هذه الازمه هذه اللي كتكلم عليها، دازت الازمه مع 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 دازت الازمه مع الانتخابات ديال 2009 وكانوا فرحانين بالنتائج، دازت الازمه مع ديال التحالفات وكانوا فرحانين بالنتائج، دازت الازمه ديال هذه ازمه مع الاخرين، هذوك ما كيخلعونيش، كتخلع غير الا كانت الازمه داخليه. علاش؟ لانه كنعرف راسي متكي على واحد السور، الا تشق ولا الا طاح مشيت في المزيد. اما الا غير انا هذا ماشي مشكل، الا غير انا امين عام، الا مشى الحمد لله كاين واحد العدد ديال الناس الصالح يكون كان الخطاب الملكي ديال 9 مارس. مشينا يعني دابا دخلنا للحزب، الحزب اطار الحزب، قال بانه غادي يتم تعيين رئيس الحكومه، التزام الملك قبل ما يجي للدستور الجديد ولا هذا، بانه رئيس الحكومه المقبل غادي يكون هو من الحزب اللي كيجي في المرتبه الاولى. انت في تصريحات صحفيه سابقه قلتي بانه حزب العداله والتنميه هو الحزب الاول في المغرب سياسيا. صحيح. واش كتوجد راسك باش تولي وزير اول في الدستور الجاي؟ علاش غنوجد راسي انا وجد؟ العمل. يا جميل. العمل غادي تحكم على السيد بنكيرة، شنو هي تحالفاتك؟ واش حقرتيني؟ لا ماشي، شنو هي تحالفاتك؟ نعم غادي تحكم قضية. انا واجد اخويا. نعم غادي تحكم السيد بنكيرة، شنو هي غير انا وكان انا واجد. واش قادرين نجيبو نعم راه نحكم. شوف اسمع، دابا انت قلتي لي واش انا واجد، قلت لك انا واجد. شنو هي تحالفاتك مع من؟ نهار اللي عيني نهار اللي عيني مشيتي بعيد، مشيتي بعيد بزاف. اه مسكين مشيتي بعيد. تفضل تفضل. وزبينات طبيعة الحزب مشيتي فين؟ كيسعى للسلطة. ما فيها والو، فيها والو عادية. وغير نسمعوا غير نندموا. شوف اسير نسمعوا نادية، نسمعوا نادية. شوف تفضل. انا قلت لك انا واجد، لان ما عمرك تحقر شي واحد ولا تحقر حزب ولا تحقر مواطن قدامك. نعم. طيب نعم. انا غنقول لك غادي نحكم مع اللي غادي يبغي يحكم معايا، واللي انا وياه غنكون اغلبيه في البرلمان النهار اللي غيعيني جلاله الملك. ولهذا الزربع الاصلاح ماشي من دابا نبداو نعودوا الخريف. ان شاء الله الرحمن الرحيم النهار اللي يكون الحزب ديالنا هو الاول ويعين جلاله الملك منه الوزير الاول، ديك الساعات انا ولا غيري، ديك الساعات الا كنت انا غادي نقلب على حلفاء. لان شوف السي يونس، في المغرب الطريقه اللي كنمشيو بها ما كتعطيكش 50%، ما كتعطيكش ابلتي، ما كتعطيكش 45%، ما كتعطيكش 50%. ضروري من التحالفات. اه ضروري من التحالفات. تتحالف مع من لقيتي، الا جبرتي تحالف مع ناس اقوياء ومعقولين هو الاولى، الا ما جبرتيش ما غاديش تحكم بوحدك. وديك الساعات غتقول لي يا سي الا شنو غادي دير ديك الساعات انت في الحكومه؟ واخا يكونوا معايا اشخاص اللي ربما يتصور انهم ماشي في المستوى المطلوب، كان الا تصورت بانه معاهم نقدروا نصلحوا البلاد ونقدموها ويكون يتحسن الوضع غير واحد شويه فبها ونعمت. الا ما قدرتش غنرجع عند جلاله الملك نقول له جلاله الملك ما قدرتش. اشنو فيها عاوتاني؟ كتكلموا على الازمات. دابا كتكلموا على شي حاجه بحال هي نهاية التاريخ. لا الواحد شنو وزير الأول؟ السؤال كيفرض راسه الله يخليك. شوف وزير الأول هو شخص مكلف بالمسؤولية. الله يخليك بحال اللي كنت اللي كلفوني الإخوان باش يكون أمين عام. الله يخليك السؤال كيطرح نفسه. إلا جاب الله المسؤولية غنعاود ثاني ندخلوا فيها بداك الشيء اللي كتب الله، وأنا متأكد أنه غيكون. الله يخليك السؤال كيطرح نفسه، إلا كنتي وزير أول مستقبلا وداخل الحزب، الحزب الهوية ديالو كطرح مشكلة. بالنسبة كنقول لك أنا غادي نطرح السؤال. بالنسبة للخطابات الملكية كلها كتكلم على مواثيق الدولية وحق الإنسان وكذا، أنتم فاش بديتوا كتكتبوا في المذكرة ديالكم تما جات حق الإنسان ولا المواثيق الدولية كتعاودوا ترجعوا ثاني بما لا يتخالف مع الشريعة. السؤال اللي مطروح هو أنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية عندهم دائما تخوف اللي عند الناس كاملين من حزب العدالة والتنمية هو أن القراءات ديالو دائما تكون متشددة، وأنا غنعطي بعض الأمثلة. يلا إلا كترجع للتجديد
لا ولا لا السؤال لا القراءه ديالكم المتجدده والتي تفرغ احيانا المواثيق الدوليه من المضمون ديالها. لماذا هو لماذا تحرصون كل مره على ازدواجيه في الخطاب اكثر من مره تفرغون المواثيق الدوليه وحق الانسان من الحموله ديالها؟ ونمشيو غير للموضوع ديال مدونه الاسره ونشوفوا شنو كيتنشر في التجديد. لا علاقه له بمدونه الاسره والفتاوى اللي كتنشر. وهذا كيطرح السؤال، واش مستقبلا الا كنتي وزير اول واش غادي تطالب باغلاق المحل التجاري مثلا اللي فيها الخمور؟ واش غادي تاخذ مجموعه من الاشياء اللي مثلا مجموعه من الميزانيات واش الميزانيات ديال الخمور واش غادي تسد هادشي كله؟ واش في بال السؤال لا شوف لا مريم لا الله يرضي عليك. شوف ديري في البال ديالك واحد المساله، حنا فاش جينا فاش كنا في الحركه هادشي اللي كتقولي هو اللي كان في راسنا، ما فيها لا اله ولا حتى ما كان غير المبادئ الدينيه كيف كنا كنفهموها وحنا صغار. اللي جينا دخلنا للحياه السياسيه لقينا مشكل خور، مشكل خور. المشكله ديال المغرب هي واش غتقدر تلقى الشغل، واش غتقدر تلقى السكن، واش غتقدر تصلح التعليم، واش غتقدر تصلح الصحه، واش غتقدر تصفي المشاكل اللي كاينه ديال الرشوه وديال فهاد. الا بغيتي تقولي عاود درنا حنا واحد لا ترانسفورماسيون غير باش الجريده الجديد، جريده الجديد ديال حركه التوحيد والاصلاح وتيسيرها السي مصطفى درع الدعاوي ديال الله يخليك. الله يخليك الواضحه العداله والتنميه. شوفي العداله والتنميه ما كيتنكرش الجريده الجديد، ولكن ماشي ما يمكنش يتبنى كل شيء اللي كيتقال فيها. حنا غنديروا داك الشيء اللي كنتصوروا فيه المصلحه ديال البلاد. وانا نقول لك واحد القضيه، النهار اللي غادي نولي وزير اول الا وليت وزير اول شي نهار ان شاء الله لا بغى الله لا بغى الله وتنطلب الله ما تكون الليله كانت في المصلحه ديال المغرب والمغاربه، يعني غادي يكون الهدف ديالي هو هذا الشيء اللي قلت لك. ما غنمشيش نبدا نقلب في الخمر وشكون اللي شارب وما شاربش ونعطيه النفخه ينفخها فهمتي وبلاتي، ونبدا نمشي عند الدريات نقول لهم مالكم مطلعين مالكم مهبطين، ونبدا نمشي عند اللي كيكمل قارو ما نعرفش ندير انا وياه. غنمشي نحاول نحل المشاكل ديال التعليم، ونحاول نحل المشاكل ديال الصحه، ونحاول نحل المشاكل ديال التشغيل، ونحاول نحل المشاكل ديال السكن، ونحاول نحل المشاكل اللي وقع فيها المغرب. واما هذاك الشيء دابا، هذاك الشيء دابا يعني حنا كنعيشوا زمان اخر. اسمح لي مرحله اخرى هذه على لا مريا. ولكن هذا الشعب هذا النهار اللي يبداو الشباب ديالو كيلقاو التشغيل، النهار اللي يرجع النهار اللي القضاء ديالو يكون فيه العدل. غنقول لك واحد القضيه، واحد العدد من الانحرافات اللي كنشكيو منها ستزول من عند نفسها. استاذ بنكيران، واما التطبيق ديال القانون فهو ضروري. سؤال ما سؤال نادية. مكلف بالمسؤوليه. الله يخليك بحال اللي كنت اللي كلفوني الاخوان باش نكون امين عام. الله يخليك السؤال كيطرح نفسه. الا جاب الله المسؤوليه غنعاود ثاني ندخلوا فيها بداك الشيء اللي كتب الله، وانا متاكد انه غيكون. الله يخليك السؤال كيطرح نفسه، الا كنتي وزير اول مستقبلا وداخل الحزب، الحزب الهويه ديالو كطرح مشكله بالنسبه. لا نقول لك انا غادي نطرح السؤال. قولي لي بالنسبه للخطابات الملكيه كلها كتكلم على المواثيق الدوليه وحق الانسان وكذا، انتم فاش بديتوا كتكتبوا في المذكره ديالكم تما جات حق الانسان ولا المواثيق الدوليه كتعاودوا ترجعوا ثاني بما لا يتخالف مع الشريعه. السؤال اللي مطروح هو انه بالنسبه لحزب العداله والتنميه عندهم دائما تخوف اللي عند الناس كاملين من حزب العداله والتنميه هو ان القراءات ديالو دائما تكون متشدده. وانا غنعطي بعض الامثله الا كترجع للتجديد. كل... لا ولا لا السؤال لا السؤال لا القراءات ديالكم المتجدده والتي تفرق احيانا المواثيق الدوليه من المضمون ديالها. لماذا هو لماذا تحرصون كل مره على ازدواجيه في الخطاب اكثر من مره تفرغون المواثيق الدوليه وحق الانسان من الحموله ديالها؟ ونمشيو غير الموضوع ديال مدونه الاسره ونشوفوا شنو كيتنشر في التجديد. لا علاقه له بمدونه الاسره والفتاوى اللي كتنشر. وهذا كيطرح السؤال، واش مستقبلا الا كنتي وزير اول واش غادي تطالب باغلاق المحل التجاري مثلا اللي فيها الخمور؟ واش غادي تاخذ مجموعه من الاشياء اللي مثلا مجموعه من الميزانيات واش الميزانيات ديال الخمور واش غادي تسد هادشي كله؟ واش في بال الا تشق ولا الا طاح مشيت في المزيد. اما الا غير انا هذا ماشي مشكل، الا غير انا امين عام الا مشى الحمد لله كاين واحد العدد ديال الناس صالح يكون الخطاب الملكي ديال 9 مارس. مشينا دابا دخلنا للحزب. الحزب
قال بانه غادي يتم تعيين رئيس الحكومه التزام مالك قبل ما يجي للدستور الجديد ولا لا، بانه رئيس الحكومه المقبل غادي يكون هو من الحزب اللي كيجي في المرتبه الاولى. انت في تصريحات صحفيه سابقه قلتي بانه حزب العداله والتنميه هو الحزب الاول في المغرب سياسيا. صحيح. واش كتوجد راسك باش تولي وزير اول في الدستور الجاي؟ علاش غنوجد راسي انا وجد؟ عامر العامر غادي يسقط مع السيد نكيرة، شنو هي تحالفاتك؟ واش حقرتيني؟ لا ماشي، شنو هي تحالفاتك؟ العامر غادي يتحكم. انا واجد اخويا. العامر غادي يتحكم السيد نكيرة، شنو هي غير انا وكان؟ انا واجد. واش قادرين نجيبو العامر غادي يحكم؟ شوف اسمع دابا انت قلتي لي واش انا واجد، قلت لك انا واجد. شنو هي تحالفاتك مع من؟ نهار اللي عيني نهار اللي عيني مشيتي بعيد مشيتي بعيد بزاف. اه مسكين مشيتي بعيد. تفضل تفضل. زوينان مشيتي فين؟ انه كيسعى للسلطه. ما فيها والو فيها والو عاديه. وغير نسمعوا غير نضموا. شوف اسير نسمعوا ناديه نسمعوا ناديه. شوف تفضل. انا قلت لك انا واجد لان ما عمرك تحقر شي واحد ولا تحقر حزب ولا تحقر مواطن قدامك. طيب انا غنقول لك غادي نحكم مع اللي غادي يبغي يحكم معايا، واللي انا وياه غنكونوا اغلبيه في البرلمان النهار اللي غيعيني جلاله الملك. ولهذا لازم على الاصلاح، ماشي من دابا نبداو نعودوا الخريف. ان شاء الله الرحمن الرحيم النهار اللي يكون الحزب ديالنا هو الاول ويعين جلاله الملك منه الوزير الاول، ديك الساعات انا ولا غيري، ديك الساعات الا كنت انا غادي نقلب على حلفاء. لان شوف السي يونس في المغرب الطريقه اللي كنمشيو بها ما كتعطيكش 50%، ما كتعطيكش ابلتي، ما كتعطيكش 45%، ما كتعطيكش 50%. ضروري من التحالفات. اه ضروري من التحالفات. تتحالف مع من لقيتي. الا جبرتي تحالف مع ناس اقوياء ومعقولين هو الاولى. الا ما جبرتيش ما غاديش تحكم بوحدك. وديك الساعات غتقول لي يا سي عبد الاله شنو غادي دير ديك الساعات انت في الحكومه؟ واخا يكونوا معايا اشخاص اللي ربما يتصور انهم ماشي في المستوى المطلوب، كان الا تصورت بانه معاهم نقدروا نصلحوا البلاد ونقدموها ويكون يتحسن الوضع غير واحد شويه فبها ونعمت. الا ما قدرتش غنرجع عند جلاله الملك نقول له جلاله الملك ما قدرتش. اشنو فيها عاوتاني؟ كتكلموا على الازمات. دابا كتكلموا على شي حاجه بحال هي نهايه التاريخ. لا الواحد شنو وزير الاول؟ السؤال كيفرض راسه الله يخليك. شوف وزير الاول هو شخص. السؤال شوف لا مريم لا حس كيتشرح. لا الله يرضي عليك. شوف ديري في البال ديالك واحد المساله، احنا فاش جينا فاش كنا في الحركه هادشي اللي كتقولي هو اللي كان في راسنا، ما فيها لا اله ولا حتى ما كاين غير المبادئ الدينيه كيف كنا كنفهموها وحنا صغار. اللي هنا دخلنا للحياه السياسيه لقينا مشكل خور، مشكل خور. المشكله ديال المغرب هي واش غتقدر تلقى الشغل، واش غتقدر تلقى السكن، واش غتقدر تصلح التعليم، واش غتقدر تصلح الصحه، واش غتقدر تصفي المشاكل اللي كاينه ديال الرشوه وديال الا بغيتي تقولي عاود درنا حنا واحد لا ترانسفورماسيون غير باش الجريده الجديد، جريده الجديد ديال حركه التوحيد والاصلاح وتيسيرها السي مصطفى. درع الدعوي ديال الله يخليك. الله يخليك. الواضح العداله والتنميه. شوفي العداله والتنميه ما كيتنكرش جريده الجديد، ولكن ماشي ما يمكنش يتبنى كل شيء اللي كيتقال فيها. حنا غنديروا داك الشيء اللي كنتصوروا فيه المصلحه ديال البلاد. وانا نقول لك واحد القضيه، النهار اللي غادي نولي وزير اول، الا وليت وزير اول شي نهار ان شاء الله، لا بغى الله لا بغى الله وتنطلب الله ما تكون الليلة كانت في المصلحه ديال المغرب والمغاربه، يعني غادي يكون الهدف ديالي هو هذا الشيء اللي قلت لك. ما غنمشيش نبدا نقلب في الخمر وشكون اللي شارب وما شاربش ونعطي النفخه ينفخها، فهمتي؟ الملك ولكن جلاله الملك شجعنا ما فيها غير الخير. ولكن ملي تقلدتوا مسؤوليه الامانه العامه ودابا غادي نتكلم معك على حزب العداله والتنميه من الداخل، والحزب تيخرج من ازمه وتيدخل في ازمه. عرفتي علاش يا مصطفى؟ ما نسميهاش كاع الا بغيتي ازمه. لا لا خليها خليها خليها. نسميها مشاكل، نسميها عثرات. نسميها ازمات. مالك انت خزر؟ انا نقول لك يا مصطفى، انا من اللي اختاروني الاخوان كامين عام ديال الحزب، مع الاسف عندي واحد ديفو. شنو هو؟ ما كنحضيش الكرسي علاش انا جالس. كنقول انا كلفوني باش نقدم الحزب للقدام وهما راهما معايا، ولا كان شي مخالفه راهما غيردوني للصواب وكندير وكنمشي. بعض المرات داك المواقف ديالي بحال اللي وقع في هذا التصريح لا تستقبل بالقبول، وهذا الشيء ماشي جديد، راه هذه 20 عام. راه شوف راه ماشي غير جاو اختاروني، راه شحال وما كيفكروا.
شحال وما تيفكروا. ودابا ملي جات هذه الازمه هذه اللي كتكلم عليها، دازت الازمه مع 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 دازت الازمه مع الانتخابات ديال 2009 وكانوا فرحانين بالنتائج، دازت الازمه مع ديال التحالفات وكانوا فرحانين بالنتائج، دازت الازمه ديال هذه ازمه مع الاخرين، هذوك ما كيخلعونيش، كتخلع غير الا كانت الازمه داخليه. علاش؟ لانه كنعرف راسي متكي على واحد السور